نحن كمان هلأ بدنا نحضر وجبة هيك. بهالحلقة رح نحضر وجبات من هالنوع، وجبات يمكن أنتوا لأول مرة بتشوفوها. بالأول رح نحضر طبق بطاطا مقلية مع الحمص. خلينا نشوف. بالأول سلقت البطاطا وشلت عنا القشر كمان. منقطع البطاطا هلأ بهالشكل هيدا على شكل مكعبات متوسطة الحجم. أما بالنسبة للحمص لازم ننقعه كل الليل، بعدين نسلقه وبيصير هيك. فإذا عنا الحمص كمان جاهز، رح نسخن زيت بالمقلية، مقلية غميقة، وكمان منسخن زيت بمقلية تانية. فإذا نحن بحاجة لمقليتين اتنين منحطهم على النار، وهلأ بس يسخن الزيت بحط بذور الكمون بهاي المقلية. فإذا رح ضيف بذور الكمون بالمقلية الغميقة